دايما عند الناس في اولويات بالحياه، مثل ما في بحياتنا قصص منفضلها على كل شيء من الواحد للاربعه. رتب حسب اولويات حياتك: الحب، المال، الصحه، الكرامه، وانت الحكم. هول اللي حكيت لي عنهم كلهم ما فينا نستغني عنهم، بس بما انه هلا الايام اللي عم نعيشها، يعني هلا الصحه قبل كل شيء، لانه انت بتعرف هلا يعني فوتت مستشفى بهالايام بتكلف، وكله عم بيقني ويل يسر لك محل ويل ما يسر لك، يعني الصحه كثير نحن عم نخاف عليها بهالايام. والكرامه اكيد الانسان ما في يعيش بلا كرامه، اذا كان بلا كرامه لايش حياته؟ حكينا لك انا قلنا الصحه بيرجع الكرامه، في عنا الحب والمال، اي بيجي قبل الثاني؟ لا اكيد هلا هو الحب يعني اهم من كل شيء، والمال هو الوسيله، يعني انه لا حاجته لا اكثر ولا اقل. اول شيء الكرامه، بعدين الصحه، بعدين الحب، بعدين المال. اخر شيء بيجي عندك المال. طب انت ما بتحس انه انت باليوم الحب بالحياه ببلدنا بمجتمعنا، الطريقه اللي عم نعيش فيها الحب، اذا كان معك مصاري بتقدر يكون عندك حبيب، واذا ما كان معك مصاري ما بتقدر يكون عندك حبيب؟ اذا ما معي مصاري ما بيكون في حبيب، بس اذا في مصاري في حبيب، بس انه الواحد بده يضحي بالمال تحت يكون في عنده حبيب. الكرامه، الصحه، المال، الحياه والحب. طيب الكرامه، الصحه، المال، الحب، انت قلت انت بتعتقد انه المال هو اللي بيجيب الحب؟ لا لا، المال ما بيجيب الحب، الحب بيجي من قلب الانسان مش من المال. الصحه، الكرامه، الحب، والمال. اخر شيء بيجي عندك المال. صح. طب انت بتعتقد انه لولا المال مثلا فيك انت يكون صحتك جيده؟ تفترض انت مرضت بدك تعيز مصاري لحتى تتحكم. صح. طيب ليش حطيت المال باخر مرتبه؟ لانه حتى لو انت مرضت المال ما في يرد لك صحتك 100%. الكرامه والحب والصحه واخر شيء المال. ليش اخر شيء المال؟ لانه واسخ الدنيا اصلا. سمعنا راي الناس، وكل شخص رتب المواضيع اللي ذكرناها مثل ما هو بشوف. الباقي عندكم ترجعوا ترتبوا المواضيع اللي حضرتوها من الواحد للاربعه. دائما نحن حدكم. علي العلي، كوره براس.